صارت عماركم اليوم مشيكه قاف قاف ومالح اليوم متهلع على القاف. قلت انه بيسوي لي قاف ومالح. وهذا ترى على فكره الحاضر منكم يعلم الغايب، ترى هذا موسم القاف الحينه. موسم القاف متى؟ من يقيض النخل لين يجي موسم الإيداد. هذا الحين نحن في اخر موسم القاف. هذا طارت عماركم غدانا، هذا غدانا طارت عماركم مالح مالح على ما تشوفه معدل مزين بثومه وبصله. كميه البصل فيه كبيره، من نضوا عدلناه وزيناه نحط المالح ويا العيش اللين، والعيش مطبوخ بالماء مال المالح. ها غادي هالنمونه ينضرب، غادي هالنمونه حب عدل. القاف ما حطيناه، القاف ممشوش وزاهب، القاف ممشوش وزاهب. هذا عبارة عن عيش ومالح فقط وبصل. قحي 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 مبحلك، ها ما في أي مكون بس ولا شيء، لكن نقير نمونة. والعيش لين لبشي، المروق مع المالح ينضاف على الخلطة هاي اللي هي العيش ويا المالح. المالح يتظهر من العظام زين ما زين، وينضرب المالح ويا العيش ثلثين المالح 70%، من المالح ويا العيش والمروق مال المالح. يتم المالح هذا الثلث روحه على يمد، وحينها ينحط بهالطريقة ينضرب زين ما زين. غادي ابدا شرف المخ، هاي طريقة ثانية غير عن الطريقة اللي خبرناكم اياها من كم يوم اللي هي مشيشة الغاف. اليوم نفس الشيء مشيشة غاف، لكن طريقة ثانية عدة طرق. مشيشة الغاف لها عدة طرق. الغاف راويناكم اياه من ساعة، يانين الغاف ظهرنا عزلنا على الصلوب وظهرنا الورق روحه صريح، ها ومشيناه عقب ما غسلناه وحففناه ممشوت زي ما زي. يلا كود الحين هني كود، ايوه كامل كامل كله 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 مره. هذا الغاف ممشوت وزاهب. هذه طريقه طالت عماركم مشيشة الغاف، مشيشة الغاف ايوه. هذه طريقه طالت عماركم مشيشة الغاف على حسب الكميه كم النفر انتم. ها يلا يلا حكت يلا يلا بتغدى محمد اتمكن لي شبي. يضربون العيش اول بادي ويا المالح، نظف من العظام ومن كل شيء. الحين ما في لا دهن ولا لوميه، بس بصل مفرغ زياده ويا القاف ويا المالح معدل مزين منظف كل شيء روحه. نخلط اخر شيء الحين عاده نحط على عماركم اللويميه والدهنه، وينضرب شويون وينشر حال حال الهريس. لازم على ما تشوفوني يتجانس المتيج الغاف ويا العيش اللي من الاساس مضروب ويا المالح لين يغلي على ما تشوفون شرات المخ. الحين ينعق عليه اللومي، لومي معصور وزاهد كميه شويه كبيره. في نفس الوقت طالت عماركم تنحط الدهن الطيبه. الحين تنضرب زين ما زين. الحين عاد تبن ريحه طبخه وتظهر خيرات ويظهر اصلها الطيب ويظهر معناها وطيبها ولذتها وريحه وعبق الماضي. على حسب الانسان شو يتهلع عليه، بقاها على مالح على صالونه شعري على قباب على اللي تبي، لكن تشيخ في المالح تشيخ بالمالح يوم خدوم ومنظف ومعدل. هذا كله ترى الضوء لابقى تحت، ما بنطفي الضوء حسب ما تغدي المتيشه بارده، ما حد ياكل الشيء بارد، لازم تبل الاكل الطيب لازم حار. سقع
الله الجذر كامل. ايوه ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن خير الخالقين. ايوه اضرب اضرب على الحين، اضرب ما تضرب، اضرب ما تضرب. دهن الهولندي عندك ما عندي، قطوير هندي عندك ما عندي، عندك سيارة فيها الخسارة يا طوير هندي. دهن الهولندي عندك ما عندي، عندك طيارة حق الخسارة. ايوه ايوه يلا الحين غاية الغراف، غراف غراف. تنشرطلك عماركم بهالطريقة. المالح المتبقي هذا اللي قلنا لكم يتم ما يقارب 25-30% من المالح ينحط على الوجه، يتحلوا بشرات الحشو. ولازم تحط في بالك ان الحفيرة هذه ما استوت عبث، هاي للدهنة. وهذه طالت عماركم طريقة مشيشة المالح، وهذا طريقتها. شيل حفيرة نمبر 1 ولا نمبر 2؟ ايوه يا حفيظ ما شاء الله، هاي مشيشة الغاف، مشيشة غاف على مالح. ثانك يو حفيظ. اصول مشيشة الغاف يوم بالاخص على مالح، ما تنحط ما ينغرفن صحينات، هذا يسمونه كل مشروك مبروك. وهذه طريقه طلعت عمارة المشيشة، تاخذ من المشيشة روح اللي هو الغاف، وتاخذ من المالح، ها تاخذ من المالح، سج شويونة دهينة. هاي طريقتها. تبلي العديد اللي عليهم به.